لأول مرة بلبنان صار بإمكان اللبناني أو المغترب التعرف على العادات والتقاليد والتاريخ من خلال زيارة ضيعة وحدة، ضيعة هيدا لبنان، على مساحة 27 ألف متر مربع وإلى جوار صنين. تمتد ضيعة هيدا لبنان على تلال منطقة الزعرور. خلال فترة الحرب كنت موجود برات لبنان بالنمسا، خلصت الحرب رجعت على لبنان، وكان الهدف الأساسي النقص اللي واحد بيعيشه بغربته برات لبنان إنه يحققوا ويطمنوا بلبنان ويبلغوا عن كل هالمغتربين اللي كانوا موجودين، حتى عن اللبنانية، عن تراث تقاليدنا وعن أجدادنا كيف كانوا عايشين في الزمانات. لبنان مؤلف من 1622 ضيعة. عملنا أكبر خارطة عن لبنان قدام باب مشروع هيدا لبنان تنحكي عن لبنان من ناحية الجغرافية. عند زيارتك لموقع الخارطة تكنولوجيا بتدلك على ضيعتك، وبيحصل الزائر على بطاقة فيها كل المعلومات عن ضيعته ومساحتها وأهم شخصيتها، لينتقل بعدها على ظهر الحمار لكافة أرجاء الضيعة. الشارع التاريخي بيعطينا قيمة بلدنا من ناحية التاريخية والحضارات كلها اللي مرقت، يعني احنا اهم البلدان بالعالم اللي مرقت عليه عدة حضارات، حلو نذكر فيها اولادنا واولاد اولادنا. لكل شارع بالضيعة اسم وحكاية، للاطفال مساحتهم الخاصة، ولأرز لبنان غابة حملت اسم بابا روما. عملنا مدرسة تحت السندياني تنستقبل التلاميذ والجمعات والطلاب يجوا كل خلال فترة نص الجمعة تياخدوا تراث لبنان وتقاليدهم ومعلومات جغرافية عن لبنان بمدرسة تحت السندياني. عملنا بعض النشاطات التقليدية اللي بتصير، كيف كانوا جدودنا عايشين، كيف بيعملوا المربى، كيف بيعملوا الموني، هالأشياء اللي نحن من ناقصينها مش موجودة. كل إنسان عنده نشاط ممكن نحققه بضيعته. ساحة الضيعة بتسع 1800 شخص بكامل تجهيزاتها الصوتية والكراسي والتجهيزات اللازمة لاستضافة وأي نشاط بيصير، للجمعات، للمدارس، للشركات بيجوا مضوا نهار، بيجوا مضوا نهار كامل، بيعملوا مؤتمراتهم، بيعملوا لقاءاتهم، برزنتيشن تبعهم، وبيرجعوا بيكفوا نشاطاتهم السياحية الموجودة هون. نحن موجودين بلبنان، نحن من أساسين لبنان، يلي هو لبنان لكل أبنائه، بس نحن علينا نحافظ على وجودنا تقدر نستمر فيها. ولتكتمل الضيعة اللبنانية تم تشييد كنيسة سلطانة السماوات والأرض. انبنت الكنيسة كل حجر بحجره، من أحجار العتيقة يلي كانت بعضها كان بكنيس وكانت بعضها ببيوت عتيقة. جابوا الحجار اللي عمرها شخص واحد، عمر عقد، بقلب العقد في صليب الأصفر مميز عن العقد بحجر تاني لون، وجابين صليب كمان محطوط على خشب من جذع شجرة، والمذبح من خشب أرز لبنان، والكنيسة رح تتكرس إذا الله راد بتسعة آب الساعة 5:30 برعاية وحضور وتقديس البطرك الماروني مار شارب بطرس الراعي. الجدير ذكره أن البطريرك الماروني سيضع حجر بكركي بمكانه على الخريطة نظرا لدور وتاريخ الموارنة بإنشاء لبنان الكبير.